مرحبا بكم في جامعة طالزمت القابعة في السفوح الغربية الجنوبية لجبل بويبلان إقليم بولمان، والتي تتشكل من قبائل أهمها أيت بن عيسى وأيت يوب وأيت لحسن بتعداد سكاني مهم، إذ يتراوح بين 3500 و4000 نسمة. كما تعرف المنطقة بحدائقها الخضراء وطبيعتها الخلابة التي تسر الناظرين، إذ تتضمن أجود أنواع الفواكه من التفاح والكرز والإجاص والجوز وغيرها. وتوجد بالمنطقة أماكن سياحية كمضايق طالزمت وغابة إشنت مغيلت ذات ثروة حيوانية هامة، أهمها قردة المكاك البربري المغربي. كما تعتمد ساكنة المنطقة على الفلاحة المعيشية وتربية المواشي لتوفير قوتها اليومي. وتبقى جماعة طالزم ذات الموقع الاستراتيجي المتميز، همزة وصل بين جماعة بويبلان إقليم تازا ومدينة إيموزار مرموشة إقليم بولمان.